عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا الأعزاء. النهاردة معانا لعبة من الألعاب اللي على جوجل ستور عاملة داونلود عالي جدا، تقريبا 10 مليون داونلود. أنا مش فاهم ليه، فحبيت أنزلها كده ونشوف اللعبة دي ايه مع بعض. أنا أول مرة ألعبها وأول مرة أشوفها أصلا، بس هنشوف دلوقتي دي بتاعت ايه. someone help me. طيب هي خايفة من ايه؟ المفروض إن إيديها مربوطة. طيب ايديها مربوطة، بقى تاخد مقص. طيب تمام بس كده. طيب كلاين او هات نيكست. ماشي let me out. طيب عايزين حاجة تكسر الباب ده، الفاز ده. طيب فاهم لحد دلوقتي مفيش حاجة صعبة في اللعبة. اللعبة على فكرة صحيح اسمها سيف ذا جيرل. طيب انتي عايزة تعدي الخشبية دي، عدي عليها ما تتكسر. ما هي ألعاب مقالب وحاجات زي كده. طيب يعني لو اخترنا ده هيعمل ايه يعني؟ مليان اسمنت فمالها ارضيه. ماشي حلو برضه، حلو تمام. ده كده ليفل 4 او 5. انلوك نو سانكس. ماشي كلايم نيكست. ذات از ذا كان اي هاف سنيك اوت. تقفلوا التلفزيون ولا تلبسوا عمة في دماغه؟ تلبسوا كرتونة في دماغه يمكن. هتقفل له التلفزيون، هيبص وراه اكيد. يعني انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل، بس يمكن هيبص وراه. It's boring. طيب يعني لو لبست الووتر بروف او الشمسية نختار ايه يا جماعة؟ نختار الشمسية. متهيألي هتيجي بتاع الكهرباء صح؟ ما هي العاب يعني هي اللي بتظهر في الاعلانات اللي هي الكونتينيو فري نو سانكس. ماشي ده خلاص قلنا هنهرب منه في الكرتونة، يعني على اساس ان هو مش شاف غير التلفزيون ومش مفيش اي مانع عنده ان كرتونة تعدي جنبه فيها رجلين عادي. مفيش اي مشكلة. طب البس البروف. ماشي بيجري وراها. طيب نحط اكيد حاجة تقيلة. ماشي it's so dark. يبقى عايزة كشاف. تمام scary dog. طيب الكلب ممكن ياخد حتة لحمة وايه. ايوه تمام تمام هي اللعبة دي يعني مش عارف بصراحة، يعني قيموها انتوا بقى، يعني قولوا لنا كده في الكومنت يعني تقييمها ايه يعني. بس اللي انا شايفه يعني المفروض مثلا يبقى في كذا خيار مثلا او حاجة زي كده. ده دخان، دخان ممكن نعمل له الدخان ده وفي حريقة ورانا. طيب البسي كمامة مثلا. طيب الدنيا ظلمت اكيد مش هتولع كبريت عشان كده كده في نار. ممكن يبقى اللي فوقيها ده غاز بيولع مثلا ولا حاجة فيولع فيها. خد كشاف احسن. حاجات زي ما انتوا شايفين يعني نو كومنت، يعني نو كومنت. ده برضو غاز كل بتاع اللي بيلب. ايه ده؟ ده مش ما ما ده مش اكسجين، ده بتاع زي صاروخ كده. طيب رجعنا تاني من الاول. الحريقة هتحصل بعد كده. هتعوز الكمامة باين. الكمامة كويس الواحد ذاكرته يعني شوية شغالة. بعد كده هتعوز الكشاف. بعد كده مش هنديها بقى الأنبوبة المرة دي،
يعني عشان طلعت أنبوبة مش غاز بقى، طلعت بتاعت معرفش ايه تطلع لفوق. اه طيب ماشي ماشي، وإذا كان في فوق بقى ده موضوع تاني، ما تتوقعش ان ممكن يبقى في فوق. طيب نكست، ما واضح ان السفينة ولعت، بيقول لك القصة وراك اهو سو كولد، وهي واضح انها بردانة، اكيد مش هيديها الشمسية عشان ما تتكهربش تاني، اديها البيت. طيب جعانة وعايزة تصطاد سمك، ماشي يبقى اكيد بالصنارة. السمكة بتصطاد ايه ده؟ لا ما انت بقى ان يطلع لك عفريت زي ده بقى انا اعمل لك ايه يعني؟ انتوا كده بتهزروا يعني، امال هتاخدي الشوكة تعملي بيها ايه برضه؟ ماشي احنا قلنا الشمسية خلاص هتكهرب، فهنديها ايه البيت ده. طيب هتكمل بعد كده، عايزة تصطاد سمك قلنا هنديها الشوكة بقى مش السنارة. السنارة طلعت لها، لا والله ماشي. الحركة دي اساسا عشان تعملها محتاجة تدريب سنتين مثلا. ماشي سمكة قرش، سمكة قرش ترمي لها لحمة تعملها ايه؟ تضربها هتاخدها معاها. انت ممكن تفكر في كل الاحتمالات قبل ما تشوف يعني انت المفروض تختار ايه. طيب ماشي، مشكلة ان هو بيرجعك من الاول، فلما بتيجي ترجع من الاول لازم تفتكر كل الخيارات بقى اللي انت عديت بيها او مريت بيها، لازم بقى ايه واحدة واحدة كده تبدأ تشوف ده كان عمل ايه، وده في مقلب وده مفهوش. سمكة قرش هنرمي لها حتة لحمها خلاص لفناها. ممكن مشكلة بقى في اللي جاي، احنا ممكن نختار يعني ايه، نختار الحاجة اللي هي مش منطقية متهيألي يعني، ممكن تبقى اللعبة معتمدة على كده مثلا ان احنا نختار الحاجة اللي مش منطقية، بس احيانا بتيجي فيه حاجات منطقية يعني. انا مش عارف والله، طب دي ايه ودي ايه يعني؟ طب دي رمح في بتاع، طب الرمح اه طلع لها واحد هند من ورا. ماشي ماشي يعني، وهي اساسا على الجزيرة الفاضية دي هتجيب منين عصاية البيسبول دي ولا عصاية معرفش ايه دي؟ ماشي خلينا نكمل معهم للآخر ونشوف كده اللعبة دي واخدة 10 مليون داونلود ليه برضو يعني. What do you want؟ أي حاجة؟ I don't understand. بيعمل ايه ده؟ ده عايز حاجة بتضرب، بيضرب برجله وبيعمل بيده. طيب لو اديناله دي اهو، احنا بنقول هنختار الحاجات اللي هي مش منطقية يعني، وده يعني المفروض واحد زي ده في المكان ده المفروض ما شافش حاجة زي دي قبل كده يعني، خدها وحطها في بقه على طول. طيب الطيارة لو ادينا لها صاروخ، تمام المفروض ده صاروخ ألعاب نارية هيطلع يفرقع في الجو، واللهب هيولع معرفش ممكن يمسك في ايه، بس يعني نختار الحاجات اللي مش منطقية. الصاروخ المفروض حاجة هتدل على المكان على ارتفاع عالي، المرة تعمل دخان برضو. هي المشكلة بقى ان انت تلاقي اللي مش منطقية ما بين الاتنين، لان الاجابات بقت تبقى ايه قريبة قوي لبعضيها. طيب ناخد الصاروخ مثلا، ما انا عارف انا الحوارات دي يعني، انا قلت المنطقي هو يعني الواحد ايه لو ما عندوش امكانيات هيولع نار ويستنى الطيارة لحد ما تشوف الدخانة دي وبتعرف ان في حد موجود هنا، لكن لما وهي هتجيب صاروخ منين اصلا؟ احنا المفروض ما كناش اخترنا صاروخ اصلا يعني، كان المفروض نختار النار. لان ماشي ماشي، ده الاخ اللي خد المصاصة، الاخ ده واضح ان هو يعني قاعد على الجزيرة دي بقاله كتير يعني.
طيب هنولع في النار. اوفر هير، نولع له شوية نار. والله ماشي ماشي، على اساس ان الطيارة كانت يعني بتطير على الارتفاع دي مش مشكلة. طيب نشوف الليفل اللي بعده. طيب هو مش المنطقي الكاسيت والله، ولا الشمعية في بس نشوف الشمعية. طب انا عايز افهم حاجة، يعني هي هتجيب كاسيت منين في في البتاع اللي هي فاضية في الغابة اللي هي قاعدة حواليها دي، هتجيبه منين الكاسيت ده؟ طيب ماشي الكاسيت، يعني هيعمل ايه للحيوانات دي؟ ما طلعت مش حيوانات، ماشي طلعت خفافيش في الاخر. ما علينا، عادي زومبي في الغابة عادي برضو. الزومبي المفروض ضوء القمر بيقتله او بيختفي هو لما بيشوف ضوء القمر، فلو ادينا له قمر هيكبر ولا هيحصل ايه ده؟ ما هي طلعت وولفرين وكده. ماشي طيب، ده الزومبي احنا زي ما خوفناه ورا هنخوفه المرة دي، بس المرة دي هو مدينا ظهرنا فمش محتاجين نخوفه فهنقتله. It's too heavy. انت بتهزري والله. طب احنا خلينا دايما في الاختيارات الغير منطقية الى ان يثبت عكس ذلك، يعني ملهاش حل غير كده. دول هياخدوا الكاسيت، معرفش ازاي كاسيت هتجيبه منين في الغابة دي، بس ما علينا. الكاسيت هيطير ازاي؟ وده هتعمل له ولفرين. يعني لما انت بتعرفي تتحول، طب ما القمر لسه طالع ورا، ما تكملي تحول. اي هاف. طيب اعملي له عفريت. ما عملت زومبي، ماشي. لا والله انا هجري وراها. بس كده. طيب unlock new theme. ماشي نيكست. انا ما لحد دلوقتي ما لقيتش حاجة تقول ان اللعبة دي 10 مليون واحد ينزلوها. دي زومبا اند بلانت يعني ولا ايه؟ ايوه هي صح. ماشي دول ممكن نديهم واحدة مولوتوف. يا سلام والله. طيب خلاص واحدة زومبي اند بلانت او بلانت اند زومبي. انا معرفش اللعبة اسمها ايه بصراحة، بس يعني بشبه على حاجة شبه كده، يعني بيبقى في زي خضار كده بيتزرع وبيقعد يضرب فاصوليا ومش عارف وبامية وحاجات زي كده على الزومبي، يعني هنضربهم بمسدس الماء في الاخر. على اساس في بطارية وهم يتكهربوا ويكشوا زي ما انتوا شايفين كده. ماشي، هو مش المفروض ان هما ماتوا ورا؟ طب المسمار هيعمل ايه في رجل الزومبي؟ بالزيت ممكن يزحلق، بس احنا قلنا نختار الحاجات اللي مش منطقية. الزيت يزحلق والمسمار ماشي يخش في رجله يعوره. مسمار طيب. ده مهموش المسمار، مهموش المسمار. هي يعني هي ماشية تحسها حاجات منطقية وحاجات مش منطقية على حسب ال يعني ايه المؤلف عمل ايه في الحوار او في السيناريو بتاع اللعبة، بس واضح انه يعني ايه بيخنق على الناس او حاجة زي كده. انا مش فاهم بصراحة، يعني هو الموضوع كله معتمد على خيارين، يعني يا اما يا اما. حط له زيت المرش. والله زحلقه فعلا. طيب اوكي، يعني ماشيين في اتجاه صح في التفكير، بس يعني لسه ما فهمناش مين المنطقي ومين اللي مش منطقي. ده كده ليفل 11 ل 12. ليفل ارمد فريكينج مي اوت. طيب لو مسك الدرع
إذا شلت سيفد مي، تمام دي حاجة منطقية. ده يعني ايه؟ طيب المنطق انها تاخدهم تمسحهم ولا تطلع الشمس؟ الشمس دي مش شمس دي ولا ايه؟ انا مش فاهم بصراحة، بس نديها دي. ما احنا نختار الحاجة اللي مش منطقية، وفي اول حاجة وفي اخر حاجة نختار الحاجات المنطقية. دي المفروض نحط ده، نشفطه بالبتاع ولا نحطه في ال... نشفطه بالبتاع. يعني ما هو كده كده هنحطه ازاي في قفص اصلا يعني. يبقى اول ليفل واخر ليفل هتبقى حاجة منطقية، واللي في النص هتبقى حاجة مش منطقية. طيب زيرز لسه ما لحقت اشارة دي، ترفع مثلا بتاع، ترفع الشوكة بتاعت الفورك ليفت، ودي تدوس بنزين توقع الشجرة. لو رفعتها، طب ما هي ما دخلتش فيها، لا تدوس بنزين. والله والله ماشي، هو مش هيقدر يزقها اكيد، يبقى مش هيقدر يرفعها. بس عادي، جايز الفورك ليفت قوته في الرفع اكتر من قوته في ال... ماشي ماشي. هما الزومبي دول ورانا ورانا. طيب تدوس بنزين بقى، احنا مش قلنا كده المرة اللي فاتت؟ هيبقى كان خيار غلط المرة دي، المرة دي صح. ده بيج زومبي، تناور ولا تدوس على الزرار؟ تدوس على الزرار. اي حاجة اي حاجة، انا مش فاهم اللعبة دي بصراحة. يعني لعبة عجيبة ومش عارف الناس بتلعبها ليه او ازاي بصراحة، معرفش يعني. بس هي بدأت تحس ان هي ايه، دمها بدأ يبقى خفيف يعني. سيف ماشي، وجريت منه فولوينج مي. طيب تنط، مش انت شباك ده ولا ايه؟ والمحفظة بتاعتها، اديله المحفظة. انت امبتي ماشي، هي مش هيسيبها. ما كام اجين ماشي، انت زحلقه ولا طفيت الحريق في وشه؟ تهيألي لو طفيت الحريق لسه هتروح وتيجي وبتاع، لكن الزحلقة ممكن تكون في ايديها مثلا. ايوه صح كده ماشي، ممكن نحسب قبل ما ايه. على ده انت بقى بتهزر بقى، انت عمال ده ايه بقى؟ الدراع الابيض ده، الدراع الاحمر ده، ده شاكوش ده ولا ايه التاني ده؟ طيب اديله الدراع. الله، طب والله مية مية، انا انفع العب فيه، انا حريف يا جماعة. انا حريف يا جماعة في اللعبة دي يعني. ممكن نحسبها كده ونشوف كده، نفس الكلب بتاع اول بتاع. بس المرة دي خيارات عجيبة شوية. طيب ده عمود نور، هو فينه؟ طب عمود النور، طب ما علينا ماشي. والتاني ده ايه؟ زي كرباج مثلا او حاجة زي كده، انا مش عارف بصراحة ده ايه التاني ده. طيب احنا ده ممكن يتمسك في الايد، خليك في عمود النور. لعبة عجيبة شوية بس ايه يعني، مش عارف والله. طيب هي دلوقتي لزقت، طيب لزقت الونش، هيجي يشيلها بالبتاع فتموت اكيد يعني. نختار اللي مش عارف ايه ده، تشينج قريت هدومها. طيب نفس الحرام اللي كان في القطر، واضح ان القطر اتقلب بيه ونزل في المواسير تحت. الشاكوش هتديله على دماغه، والبتاع دي هت المغناطيس، هشوف ايه، نشوف المغناطيس. عايزين لعبة منطقية فيها دي. طيب نبدأ من الأول، الكلب عمود، مكناش عاوزين نعيد
كناش عاوزين نهدي القصة دي تاني، بس مش مشكلة يعني. تقعد تلزق، عايزة بعد كده البتاع اللي يغير لها هدومها اهو. بعد كده هتلاقي ايه الحرام اللي طالع من تحت البتاع ده، كده هتديله على دماغه بقى. بس ليفل 15. طيب نلعب ليفل كمان، نلعب ليفل كمان نفس الحرام اللي اديته على دماغه. المرة دي هتخوفه بالصوت، هو اللي بيجري بقى المرة دي مش هي. نوقع ال طب الساعة تعمل ايه؟ رجعت الوقت. رجعت الوقت، فالكتب رجعت قبل ما يوقعها. ماشي، ده ايه ده؟ ده مسدس. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. ما عاوز دواليب الكتب العجيبة دي. ماشي، دي زي ما قلنا هتخوفه بالصوت. وبعد كده ترجع الساعة. ماشي، عرفناها. يتهيألي كانت تبقى ممتعة أكتر لو خلوها مثلا 3 4 اختيارات أو حاجة زي كده، بحس يعني يلخبطوا كده أو مش عارف، كانت الناس هتخنق منها بسرعة يعني. يا واضح ان يعني ما اعرفش والله. قولوا لنا انتوا رايكم فيها في كومنت تحت، واحنا خلاص يعني انا بصراحه مش قادر اكمل يعني. فقولوا لنا ايه رايكم تحت في كومنت. واللعبه موجوده على فكره على بلاي ستور، تقريبا منزلها 10 مليون واحد. ليه برضو انا مش عارف بصراحه، بس هي اكيد في ناس شايفاها ممتعه او حاجه زي كده، لان لولا اختلاف الاذواق طبعا لبارت السلع، فاكيد في ناس كتير يعني ال10 مليون اللي منزلنا دول اكيد شافوها ممتعه يعني. بس كده، وده اخر ليفل لعبناه. وارجو منكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، واعملوا سبسكرايب للقناه لدعم الاشتراك وتشجيعنا كده على تنزيل مزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.